نصف للديمقراطية. اليوم تنحضروا داخل عاصمة الرباط، عاصمة الأنوار، المدينة ديالنا اللي تولدنا فيها واللي كبرنا فيها واللي ترعرعنا فيها. اليوم الناس هادو جايين باغيين ينصفوا الرغبة للمواطنين. المواطنين اليوم تيبوا هنا الصدارة داخل مدينة الرباط. اليوم الأعضاء اللي معانا داخل المجلس تعرضوا للتهديد بالقتل، وتعرضوا للإغراءات من أجل شراء الدمام. اليوم خاصنا نفتحوا تحقيق، وخاصنا نوقفوا هاد المهزلة. لا ديمقراطية عند حدها، والأحزاب اللي تدير هاد الممارسات خاصها تعاود النظر في القوانين ديالها، وخاصها تكون عندها تكون هي تعطي المثل. للاسف حزب الاتحاد الشراكي شحال هادي كنا تنفتخروا به، اليوم هبط لمزبله التاريخ. شكرا. حنا ما غنتنازلوش على مدينه الرباط، ما غنخذلوش للرباطيين، الرباطيين بوؤونا المكانه داخل مدينه الرباط. حنا غنبقاو متمسكين بالعموديه داخل مدينه الرباط، وغنجيبوها ان شاء الله، غنجيبوها بالديمقراطيه.